أهلا بكم إلى صحف الصباح لهذا اليوم، ونبدأ من صحيفة الصباح العراقية وفيها نتابع العبادي: نعمل على الكتل السياسية ومعها على إعداد برامج موحدة للإصلاح. أفاد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بأنه يعمل مع الكتل السياسية على إعداد برامج موحدة للإصلاح، ولفت إلى أن المواطن عامل رئيس في الكشف عن مستوى الخدمات، وبينما كشف عن أن الحكومة بصدد نشر لوائح بأسماء المسؤولين المحالين على هيئة النزاهة بتهم الفساد، دعا السلطتين التشريعية والقضائية إلى التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل محاربة هذه الآفة، وأطلق مبادرة المواطن القدوة لمن يقوم بأعمال متميزة تخدم البلد. يأتي ذلك في وقت واصل فيه مجلس الوزراء مناقشة مطالب المواطنين والقرارات المتخذة لكل محافظة، والبدء بتطبيق هذه القرارات والتوجيه بالمتابعة المستمرة والحثيثة لها. هذه انتقالة إلى صحيفة الزمان العراقية ونتابع فيها: الأردن يشرع بفتح المنافذ الحدودية. قررت السلطات العراقية إعفاء البعثات الدبلوماسية ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة داخل البلاد، إعفاءها من رسوم السفر والتأمينات المالية وفق قانون إقامة الأجانب. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان أن الوزارة أصدرت أمرا لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة يرص على إعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق من التأمينات المالية أو تذكرة السفر المنصوص عليها في المادة 18 ثالثا باء من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء لعدم شمول هؤلاء بأحكام القانون الذي نص على أنه لا تسري أحكامه على رؤساء البعثات الدبلوماسية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم من أفراد أسرهم، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل على أن يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية. إلى صحيفة المدى، وفيها نتابع مقالا سياسيا للكاتبة عدوية الهلالي بعنوان: يرتبط بقصة قديمة، تحت عنوان دموع الصياد. يحكى أن صياداً اصطاد مجموعة من العصافير في يوم بارد، ثم وضعها أمامه وصار يذبحها واحداً واحداً والباقي ينظر ويتفرج. وكانت دموع الصياد الجزار تنزل من عينيه بسبب البرد القارس والريح الشديد، فنظر إلى عصفوران إليه وإلى دموعه، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى الصياد المسكين كيف يبدو حزيناً على ذبحنا، إنه يبكي شفقة علينا ورحمة بنا. فقال له العصفور الآخر بفطنة وذكاء: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى فعل يديه. بعد اندلاع تظاهرات البصرة وبقية المحافظات وشعور الحكومة وقادة الأحزاب إن الأمر لا يخلو من تهديد هذه المرة إن لم يكن بإزالتهم تماما، فهذا أمر يشبه إزالة مادة لاصقة من فستان متهرئ لأنها قد تتسبب بتمزقه، فبعرقلة تشكيل الحكومة حسب أهواء ومزاجهم وبظهور قاعدة معارضة قد تتسع يوما بعد آخر وقد يتم اختراقها من قوى لا قبل لهم بمواجهتها حاليا، لذا لجأوا إلى ردود فعل مثيرة للسخرية، منها إيقاف شبكة الإنترنت لمنع التوصل بين المواطنين وتقليص حجم النقمة الشعبية التي ربما تؤججها منشورات التواصل الاجتماعي فضلا عن التواصل بين جهات الحراك وتطويره، ومنها أيضا لجوء بعضهم إلى الاعتذار للشعب العراقي عن تقصيرهم في خدمته وإرضائه وتقديم وعود جديدة لتغيير سياستهم واحتواء الشعب وتنفيذ مطالب المتظاهرين. وإلى صحيفة المشرق، ونقرأ فيها: زير العراق تطلق باقات التجوال الدولي لمشتركيها خلال أدائهم مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك. أعلنت شركة زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن إطلاق باقات التجوال الدولي اليومية والأسبوعية ضمن عروض مخصصة للحجاج العراقيين من زوار بيت الله الحرام، لا سيما خلال مناسك الحج وعيد الأضحى المبارك، لإبقاء مشتركيها على تواصل دائم مع عوائلهم وأحبائهم وأصدقائهم أثناء تأديتهم مناسك الحج. وتشمل الباقات الخطوات المدفوعة
مسبقا وخطوط الفاتورة الذين لديهم خدمة التجوال مفعلة وتتضمن دقائق الاتصال إلى العراق وخدمة الانترنت خلال تجوالهم في المملكة العربية السعودية واستعمالهم لشبكة زين السعودية أو STC أثناء موسم الحج وبأسعار تنافسية. وإلى صحيفة الحياة اللندنية حيث نتابع تغيير نظام صعودي برج إيفل يزعج السياح. شعر سياح بالإحباط لوقوفهم في طوابير طويلة وسط موجة حارة تهب على العاصمة الفرنسية انتظاراً لصعود برج إيفل بعد تخصيص أحد مصعدي المعلم الباريسي الشهير للتذاكر المحجوزة مسبقاً. وقررت إدارة البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 متراً هذا الشهر تخصيص مصعد للحجز المسبق وإتاحة الآخر لمن يحجزون تذاكر صعود المعلم في يوم الزيارة خلافاً للنظام المعمول به سابقاً، وهو السماح للزوار باستخدام أي مصعد بغض النظر عن موعد شراء التذاكر. واضطر زوار باريس الراغبين في صعود برج إيفل للوقوف في طوابير طويلة ملتوية عند قاعدة البرج، وقال بعضهم إنهم انتظروا لما يصل إلى 3 ساعات وعبروا عن انزعاجهم لأن قلة من الناس كانت تصطف لركوب المصعد المخصص للحجز المسبق. كان هذا كل ما لدينا في صحف الصباح لهذا اليوم، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحبه.